طبعا استكمالا للقاءاتنا النهارده يا كابتن هيثم، معي برضو واحده من نجمات الفريق ومن نجمات يعني لقاء اليوم، طبعا كابتن يارا اسامه. كابتن يارا، في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك، ببارك لك طبعا على المباراه النهارده والتاهل بشكل رسمي للمباراه النهائيه. شايفه النهارده المباراه ازاي واداء لعيبه النادي الاهلي معاكي؟ الله يبارك في حضرتك. الاول احنا ما كناش فايقين في الاول، بس الحمد لله قدرنا نعوض في الاخر. يعني احنا بس بنستعد جامد قوي لماتش سبورتنج، بس ما كانش في توفيق في الاول، بس في الاخر الحمد لله فوقنا. يعني طبعا شفنا يا رأى المباراه الاولانيه كانت يوم الثلاث، بداتوا المباراه بشكل جيد وبرده نهيتوها بشكل جيد. النهارده بداتوا برده المباراه كويس، ولكن حصل زي دروب في الاداء. شايفه ايه الاسباب وازاي قدرتوا تعوضوا ده طبعا في الكوارت الثالث والرابع؟ انا حصل الاسباب الصراحه الباسكت يعني قافل معانا قوي النهارده، انا شايفاه عدم توفيق شويه يعني، بس ان شاء الله الماتشين الجاي ما فيهمش هزار يعني، ان شاء الله نقدر ناخد دوري مرتبط. طبعا المباراه اللي جايه مع سبورتنج ليها حسابات مختلفه، ليها استعدادات برضو مختلفه، زي يارا ان شاء الله هتستعدوا للمباراه اللي جايه. ودايما كابتن طارق بيتكلم معاكم في ايه بخصوص المباريات بالذات النهائيه؟ لا احنا بنستعد بقالنا فتره كبيره جدا، بنتمرن صبح وبالليل. ان شاء الله ناويين ناخد كل البطولات زي السنه اللي فاتت. كابتن طارق دايما بيحسسنا ان احنا هنقدر نكسب، ومش بيحسسنا لاي ماتش صعب، بالعكس ده دايما بيكون معانا جدا، وان شاء الله ربنا معانا ونقدر ناخد البطوله. الله كابتن يارا، وبالتوفيق ومبروك تاني النهارده. ثانك يو كابتن يارا. ثانك يو كده. طبعا يا كابتن هيثم، كان لقائنا مع اثنين من نجمات الفريق، كابتن نادين السلعاوي وكابتن يارا اسامه، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا، بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقه يعني واضح تركيز اللاعبات، ان شاء الله عندهم مباراه صعبه مع سبورتنج.